oh <gasps> مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام حياكم الله معنا من جديد في برنامجكم ملهم عبر هذه الشاشه قناه اثراء من تلفزيون دوله الكويت وارحب بضيفي الفاضل المخترع الدكتور ناصر الصايغ حياك الله دكتور ناصر داخل الاستوديو وسعداء بلقائك. الله يحييك ومشكورين على الاستضافه. دكتور حضرتك تقدم يعني ورشه ما شاء الله حول الاختراعات وكيفيه الحصول على براءه الاختراع. دكتور انت ما شاء الله ايضا من محاور هذه الورشه قد ان الشخص المتقدم للحصول على براءه اختراع يكون شخص عادي يعني غير لا يكون شخص مت يعني مخترع سابقا او بروفيسور او شخص يعني اكاديمي او ما شابه ذلك، ودي نتكلم عن الجانب دكتور ناصر اذا شخص عنده فكره شنو الاجراءات اللي ممكن يعني يقدم يسويها للحصول على براءه اختراع؟ نعم، وهو بالبدايه يحتاج انه يشوف شنو مثلا نقول وين المشكله موجوده؟ م. شنو الحلول اللي ممكن تكون حق المشكله وهل الحلول موجوده بالواقع او غير موجوده ممتاز. تمام الحين بعدين عقب ما هو طلع انه درى ان هذا شيء جديد اني حق البروسس اللي هو كتابه أه. هو الاساس الكتابه انت بالاخر الفكره موجوده ولكن شلون ترجم فكرتك ممتاز. الى الورق لازم يدونها يكتبها فكره بحثيه بالضبط بالاخر انت تبي تكتبها بطريقه انك تساعد مكتب المحاماه بانه او الجهه اللي قاعد تراجع من وراك ممتاز. انه تشوف انه فعلا هالفكره ممكن تكون براءه اختراع ولا ففي طريقه معينه للكتابه منها انك تحط الكلمات الاساسيه نبذه عن الموضوع ممتاز. يعني تبين ليش انه لك مهم؟ نمط كتابه معين في نمط بالضبط 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 فهو يعني يعتمد على الجهه اللي انت بتقدم عليها ولكن كل جهه لها تمبلت لها طريقه معينه للكتابه لو تطلب منهم يعطونك اياه وممكن يساعدون. نموذج معين نموذج معين طيب دكتور هل يعني الحصول على براءه اختراع هل تقدم خلينا نقول بالكويت مثلا هل تقدم عن طريق جهه ولا الشخص ممكن يقدم من نفسه يعني هو يقوم بالاجراءات هذه؟ نعم هو عاده الاشخاص هم اللي يقدمون ولكن يعتمد على الجهه اللي يقدم لها فكل جهه لها شروط معينه الحين حق الشركات ممكن يذهبون الى وزاره التجاره وزاره التجاره هي بس مسؤوله عن الشركات ولكن حق الاشخاص هناك ثلاث جهات فقط التي ممكن يسجلون في الوقت الراهن عندنا اللي هو معهد الكويت للابحاث العلميه جامعه الكويت ومركز صباح الاحمد للاختراعات منطل. ولكن كل واحده فيهم لها شروطها فكان عندي انا في احد اجازاتي السابقه كان عندي تقريبا خمسة ايام اجازه وما كان عندي يعني شغل حزتها يعني كان عندي وقت فراغ فقلت ليش ما استغل هذه الاجازه باني اسوي براءه اختراع قمت استعملت احد برامج الذكاء الصناعي. وخلال ثلاث ايام، ثلاث ايام فقط حصلت قدرت عم. اني اخلي البرنامج الذكاء الصناعي يكتب لي مسوده كامله طبعا بارشاداتي م. مسوده كامله حق براءه اختراع. مسوده كامله؟ مسوده كامله، وانا طبعا بس ضبطت عليها بعض الامور وقدمتها حق جامعه الكويت وراجعها المحامي أي نعم و بالعكس اوصى أن يتم تسجيلها يا سلام حق براءه ما كان في مشكله نعم. لان بالاخر هذا النص المسوده بالضبط. محتاج انه يلقح او يحول نعم. من صيغته العامه الى الصيغه القانونيه من قبل المحامي قبل ما يرسله يا سلام نعم طيب دكتور ايضا هناك سؤال يعني مساله هل هناك رسوم دكتور على براءه الاختراع تدفع م. سنويا يعني لجهه معينه هو في رسوم اوليه ايوه اللي هي تكون رسوم حق مكتب المحاماه وفي رسوم حق جهة التسجيل وفي رسوم حق اللي هو الاستمرارية في حفظ الحقوق آه، هناك رسوم سن... في رسوم آه، سنوي... بس مو سنوية, سنوية مو سنوية هو يعتمد على الاتفاق أن مثلًا أنت تشتري حقوق لها كم سنة فأنت يعتمد كثر أنت شاري حقوقك <applause> عقبها لازم تجدد نفس سبسكربشن يعني ممتاز. تقريبا عرفت شلون؟ هذا يعني معناته اذا ما دفعت يمكن الحق يروح أحد ممكن احد ممكن ياخذ ممكن صحيح ممكن مم. بس هو عاده تكون السنوات كبيره يعني ممكن تكون تمتد مو ذاكر بالضبط بس يعني هو بين 5 الى 15 سنه وممكن تكون اكثر مبلغ تتف... كبير ولا ب... مبلغ مره لان انا مو مختص في الدفع هو آه الجهات, الجهات الجهات مثل جامعه الكويت والمعهد تكفل وال... هم اللي يتكفلون ممتاز يعني. طبعا دكتور ما شاء الله هناك يعني اختراعات وافكار كثيره وما شاء الله حضرتك متخصص باحد الجوانب هذه راح نتناقشها ان شاء الله بعد الفاصل ان شاء الله, الله. اذا فاصل وراجعين لكم خلكم معنا رجعنا معكم من جديد مشاهدينا الكرام مشاهدي برنامج ملهم عبر هذه الشاشه قناه اثراء تلفزيون دوله الكويت ورحب من جديد بضيفي الفاضل المخترع الدكتور ناصر الصايغ حياك الله دكتور ناصر من جديد دكتور ناصر ما شاء الله حضرتك يعني متخصص في مجال يعني النانو تكنولوجي اول شيء ودنا نعرف هذه يعني هذه التقنيه دكتور ناصر النانو تكنولوجي هي تقريبا تكنولوجيا العصر مثل ما اقدر اقول هي التكنولوجيا المختصه في اي شيء في حجم النانو اللي هو تقريبا اقل من المتر فهي وحده قياس طول يعني اقل من المتر ب 10 تسعة ماينس 9 <applause> اوكي فوايد اصغر اصغر من المايكرو اصغر من المليمتر الاجسام الصغيره فهي وحده طول اوكي اي علم يتعامل مع هذه وحده القياس يعتبر علم النانو تكنولوجي انا عن نفسي اتعاملت في النانو تكنولوجي في جوانب سواء الخاصه في نقل الحراره، سواء المتطوره في نقل الحراره، او اللي يسمونهم النانو فلويدز، وايضا تعاملت فيه بال الطلاء، الطلاء الذي تستخدم فيه جزيئات من النانو، أوها. اوكي؟ فلما انا اصغر الجسيم او الجسم الى مقاس النانو خواصه تتغير بشكل رهيب. مم. ولذلك ترى الطفرات العلميه او او الفوائد التي تحدث من بعد النانو <تكتور> تكنولوجي. ممتاز احنا يعني ودنا نوضح اكثر دكتور نعم يعني هالجانب وهذه التقنيه يعني بشكل الاكثر دكتور ناصر عن تقنيه ايضا النانو خلينا ناخذ دكتور نموذج احد النماذج اللي حضرتك طبقت فيها يعني هذه التقنيه وهو براءه اختراع جهاز كفاءه السوائل النانويه. صحيح. هذا ما شاء الله جهاز دقيق صحيح نعم فالسوائل النانويه هي نفسها النانو فلويدز أه. اوكي فهذا براءة الاختراع كانت في التعاون مع جامعة الكويت كانت مع زميلي الدكتور عمار بهمن من قسم الهندسة الميكانيكية فاحنا اللي سويناه انه انه عندي انا لما يكون عندي سائل مثل الماي ايوه اذا حطيت في معدن بحجم النانو اوكي بكمية اوكي ونشرت هذا المعدن م. قدرة نقل الحرارة حق السائل اللي فيه المعادن هذه تقريبا يمكن 30 إلى 60 بالمئة أكثر من قدرة الماء أوكي ويعتمد على الجزيء نفسه فاحنا شنو سوينا مشكلة هذه الجزيئات إنه ممكن تتلاصق مع بعضها إذا جزيء بحجم النانو تلاصقت مع مجموعة جزيئات من النانو ما عاد نانو راح يصير مايكرو اها اكبر اكبر و... راح يكبر آه. لأن... لان انت تخيل انت عندي حبه رمل لما اجيب مجموعه حبوب رمل راح تصير كره كبيره بزبط. صح فكل ما كبر الحجم الجزئي قلت كفاءته فهذا الج... هذا البراءه الاختراع كانت شنو كانت اننا بنشوف لو استخدمنا السوائل النانويه او النانو فلويدز في انظمه الحراريه هي راح تكون متدفقه هل الجزيئات هذه قد تتلاصق؟ لان اذا تلاصقت مم. معناته كفاءه السائل قلت. طيب، ف... يعني هذا السائل النووي يعني هل هناك سائل نووي والسائل العادي مثلا؟ بالضبط شو التفريق بينهم؟ شو الفرق بالضبط بكل بساطه انا الحين السوائل الاعتياديه هي مثل الماي والزيت آه. هذه سوائل اعتياديه التي هي لا تحتوي على اي جسيمات. ممتاز. سائل خالص. واضح. فقط عندما اضع معاه جسيمات ايا كانت كانت معدن، كانت نحاس، حديد، الألمنيوم آه. المنيوم. العادي تحول الى نوويه. فقط اني احط هذه الجزيئات وشرط ان تكون هذه الجسيمات منتشرة بانتظام يتحول هذا السائل الاعتيادي الى سوائل نانويه احد ابسط او خلينا بعض الامثله الله لا طبعا آه. مال الفاكسين مال كورونا آه. هذا كان يستعملون سوائل نانويه ممتاز راح نتكلم معك اكثر ان شاء الله حول هذه التقنيه إيه؟ وهذا السائل يعني وشنو آه خلينا نقول ثمره وفوائد معرفه هذه الامور نعم على البشريه وعلى الواقع لكن في حلقه مقبله ان شاء الله كلش شكر لك ناصر. الله يسلمك ايضا شكر موصول لكم مشاهدي الكرام متابعي برنامج ملهم انتظرونا في حلقه مقبله ومع السلامه في امان الله